وقوله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما لم يقل جل وعلا: وجعل منهم القردة والخنازير ومنهم عبد الطاغوت؟ لماذا لم يعد من مرة أخرى مع طول الفاصل؟ فلما لم يعد من مع طول الفاصل دل على أن هناك فائدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول لم يعد من أجل أن هذه الأوصاف لموصوف واحد. من هم الموصوفون بهذا؟ اليهود. فلو أعاد من لربما انقدح بالذهن أن تكون هذه الطائفة طائفة أخرى.